هذا البرنامج أو هذا المشروع هو مشروع مهم اللي فيه اتفاقية ما بين الوكالة الوطنية للنعاش والتشغيل والكفاءات وشركة أورانج ديال المغرب. الهدف هو كيف ما كتلاحظوا عندنا النسبة ديال اللي نيت ديال الناس اللي مكاينين لا في وضعية تعلم أو تشغيل عدد كتير جدا، تقريبا وصلنا في ستوك ديال المغرب ديالنا 1.5 مليون، وهذا الشباب هذا راه حتى هو شباب مغربي وعنده أمال وعنده باغي أفق. والفكرة هي أنه هذا الشباب تيدوز من واحد المراكز فيها واحد التكوينات مكثفة وفيها واحد المواكبة مكثفة في مجالات متعددة ومنها المجال الرقمي، باش يقدر الفكرة ديالو يبدعها ويمشي بها إلى آخر المطاف. هاد المراكز هي مراكز تتميز بأنها عندها علاقة مع واحد الطلب اللي موجود في المارشي كيف ما تنقولوا، وبالتالي ما كيبقاوش دوك الشباب تائهين في واحد الأفكار اللي يمكن تبان لهم هما مزيانة واللي يمكن ما يكون عندها حتى شي نتيجة. كانت مرحلة تجريبية، تقريبا أكثر من 6000 شابة وشاب اللي داروا هاد التكوينات وعطات نتائج مهمة، وهذا الشيء جعل أننا كوزارة بغينا ندعموا ويكونوا مراكز أخرى في مناطق نائية للشباب ما عندوش فيها نفس الفرص اللي كتكون كيف ما كتعرفوا في المدن الكبرى اللي فيها خلق مناصب شغل. نتمنى من الله عبر هذا الدعم يكون عندنا مراكز أكبر ويكون عندنا تكوينات أحسن ونساهموا بجانب عشرات الآلاف ديال الشباب مع هاد الشركة ديال أورانج، ولكن كذلك مع شركات أخرى. هذا فقط نموذج من غادي نعموه إن شاء الله كوزارة مكلفة بإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. هذه الاتفاقية شراكة الهدف ديالها هي تمكين الشباب، خصوصا الشباب اللي ما كيزاولوا لا دراسة لا تكوين وماشي في سوق الشغل، من الخيرات في برنامج اللي مهم اللي فيه تكوينات في مجال عصري عنده إمكانيات ديال الاندماج في الحياة المهنية وديال خلق المقاولات الكبير اللي هو ميدان المعلوميات، وذلك من خبار ومن خلال تكوينات غادي تكون في المراكز اللي وضعها الشريك ران إشارة هذا البرنامج، وأيضا الوكالات المتخصصة في ميدان ريادة الأعمال. وغادي نقوموا في هذا الاتجاه يعني بجولات عبر التراب الوطني باش نعرفوا بهذا البرنامج وباش نوجهوا الشباب ليه باش يتكون ويخلق المقاولات ديالو ويندمج اقتصاديا وتكون عنده يعني مستقبل ديالو ويخرج من العزلة ديالو. اللي كيميز هذا البرنامج هو أنه برنامج قطاعي وبرنامج موجه لمهن محددة المقارنة مع البرامج الأخرى اللي كتكون برامج أفقية كتهم جميع المهن وجميع يعني التخصصات والأنشطة. هذا البرنامج موجه للأنشطة مخصصة، وإلى تمكننا باش نكثروا من هذه البرامج وغادي نعملوا على هذه المسألة إن شاء الله في المستقبل، غادي تكون رؤية عند الشباب وغادي يكون عندهم توجه لأنشطة محددة وغيكون عندهم حتى التكوين عنده علاقة مع النشاط اللي غادي يخلقوا فيه المقاولة ديالهم.